ومن منطقة بردا الحدودية مع إقليم كرباخ ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، من مشاهداتك اليومية، يعني هل استهداف المناطق المأهولة هو الشكل الذي أخذته الحرب بين أذربيجان وأرمينيا؟ كمال، بالواقع نحن في بلدة بردة، هذه البلدة التي تبعد عن الحدود تقريبا حوالي 30 كيلومتر، رغم بعدها عن خط الاشتباك بشكل مباشر ليست قريبة إلى المنطقة التي يحدث فيها الاشتباك، لكن قبل قليل وقعت هنا ثلاث صواريخ أو ثلاث قنابل صاروخية إن صح تثبيتها، قذائف صاروخية، اثنان منها انفجرتا واحدة لم تنفجر، لم يصب أحد هنا بأذى، لكن بشكل عام أحدثت خوف وضجة لدى الأهالي هنا في هذه المدينة، ما دفع بالكثير إلى خلال ساعة رأينا العشرات من السيارات يخرجون من هذه المدينة من الأهالي، ربما خوفا من هذه القذائف الصاروخية التي بدأت تسقط في أماكن مختلفة من هذه المدن الحدودية، خاصة بعد أن بدأت أرمينيا بالأمس ليلة أمس باستهداف عدد من المدن الحيوية، فبالتالي هذه المدن التي استهدفتها بالأمس أرمينيا هو ما قد يدفع بالكثير من الأهالي إلى الخوف، وأيضا ربما هذا يجعل رقعة الاشتباك أوسع مما كانت عليه وليست فقط على حدود إقليم كرباخ، فبالتالي خلال الأيام القادمة ربما يحصل هناك صدام على شكل واسع داخل هذه المدن، خاصة إذا ما بقيت أرمينيا باستهداف المدن الحيوية والمنشآت التي استهدفتها ليلة أمس، منها سدود تغذي كامل أذربيجان بالمياه وكذلك محطات توليد كهرباء، لكن الصواريخ التي استهدفت بها تلك الأماكن لم تنفجر، سقطت بجانبها دون أن تنفجر. أيضا بالأمس كان هناك استهداف لمدينة جنجة، هذه المدينة السياحية أو العاصمة السياحية للبلاد، وبعيدة عن خط الاشتباك أو عن الحدود مع الإقليم تقريبا 60 كيلومتر، فبالتالي هذه الاستهدافات العشوائية لمدن مختلفة في العمق الأذربيجاني ربما سيشكل خوف لدى الأهالي ويدفعهم للهروب والخروج من المدن بشكل مكثف. قبل قليل كنا على مداخل هذه البلدة، رأينا عشرات السيارات تخرج بشكل سريع جدا هربا من هذه القذائف الصاروخية والقذائف المدفعية التي تسقط بشكل عشوائي على هذه القرى والبلدات. يعني ماذا الآن عن الإسعاف، إسعاف هؤلاء المدنيين هنا وهناك المستهدفين في هذه الحرب؟ هل من هيئات دولية حاضرة على الميدان وبإمكانها تلبية الطلب وتقديم المساعدة؟ كمال، بالواقع عدد المصابين عموما حسب الإحصائيات غير الرسمية لا يكاد يتجاوز 100 مصاب في كلا الطرفين، هنا حسب الإحصائيات الرسمية في أذربيجان عدد المصابين وصل تقريبا إلى 70 شخصا، فبالتالي الأمر لا يستدعي إلى ربما هيئات دولية من أجل المساعدة للمدنيين، لكن هنا المؤسسات الحكومية، المستشفيات، سيارات الإسعاف دائما ما نراها موجودة في الشوارع، لكن هناك يوجد غضب لدى الشارع الأذربيجاني. بالأمس كان هناك فرحة عارمة خاصة بعد أن أعلن الرئيس إلهام علييف عن سيطرة الجيش الأذربيجاني على منطقة جبرائيل وكذلك على قرى محيطة بها، كان هناك تقريبا فرحة عارمة لدى الشوارع المدن والبلدات الحدودية، لكن بذات الوقت في المساء كان هناك أيضا غضب من الأهالي بسبب سقوط هذه القذائف بشكل عشوائي وعلى أماكن مختلفة، فبالتالي أصبحت جميع الأماكن خطرة ولا يوجد أماكن آمنة، حتى أن بعض القذائف وصلت على بعد 10 كيلومتر فقط من العاصمة باكو، فبالتالي أصبحت الاختراقات إلى العمق الأذربيجاني خطرة جدا بالنسبة للأهالي والمدنيين هنا. ما يدور حديث الآن من قبل الأهالي هنا، لماذا لا يستطيع الجيش الأذربيجاني التصدي لهذه القذائف؟ لماذا لا يتم استبعاد هذه المدفعيات أو هذه منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود القريبة من حدود أذربيجان، وذلك حتى حفاظا على سلامة المدنيين على الأقل؟ لكن هناك بعض التقارير
التقارير الإعلامية هنا المحلية تتحدث أن هناك يوجد أسلحة حديثة مزودة بها أرمينيا، وهي بإمكانها إخراج منصات من أنفاق مختلفة داخل المنطقة الجبلية في إقليم كرباخ. هذه المنصات بشكل أوتوماتيكي تخرج وتقذف وثم تعود إلى المخابئ التي أعدت لها بشكل حديث وأوتوماتيكي، ولا يمكن للرادار أو لا يمكن للطائرات المسيرة أن تكشف المكان لأنه يبقى مجهولا ضمن المناطق الجبلية والمناطق الصخرية، وهذا ربما يزيد من صعوبة إنهاء هذه خطورة هذه المنصات، منصات الصواريخ ومنصات المدفعية. مراسلنا أحمد غنام حدثنا من منطقة برد الحدودية مع إقليم كرباخ، شكرا جزيلا.